بعض الأجزاء من الجانب الشرقي للمحافظة، عازيا ذلك إلى عوائق تعرقل مسيرة التشجير وإنشاء غطاء نباتي يحمي بيئة كركوك، داعيا وزارة البيئة الاتحادية إلى دعم برامج حماية البيئة بشكل جاد. تعاني بيئة محافظة كركوك من مخاوف بيئية، حيث من المتوقع زيادة نسبة مساحات التصحر في المناطق الغربية للمحافظة، وكذلك ضعف الحزام النباتي، حيث نسبة المساحات الخضراء القليلة غير قادرة على مكافحة التصحر للقادم من الأعوام. دائما حملات تشجير فيما يخص المدارس الحقيقة، وأحيانا نساهم مع البلدية في تشجير قسم من الشوارع الفرعية بالمحافظة، لكن التشجير المهم الحقيقة يجب أنه مثلا في نظري أنه يجب تنفيذ مشروع الحزام الأخضر اللي المحافظة الحقيقة اللي حد هسه الخطوات متعثرة في هذا المجال، لأنه الحزام الأخضر الحقيقة تساهم بشكل جاد بشكل مدروس في تنقية أجواء المحافظة. الجهات الحكومية المعنية بملف البيئة مسؤولة عن العمل الجاد تجاه معالجة ملف البيئة في محافظة كركوك والعراق عامة، والدعم المباشر لكل البرامج التي تهدف لتأسيس بيئة صحية صحيحة. رغم من جهود حكومة أقليم كردستان لمساعدة محافظة كركوك وخاصة في مجال البيئة والمشاكل البيئية الجمة التي تحيط بهذه المحافظة، وجهودنا نحن كجمعية كردستان الخضراء، وخاصة هناك محميتين إحداهما في ناحية بردية التابعة إلى المحافظة والثانية في منطقة شيمن، هذين المحميتين يحتاجان إلى أشجار كثيرة ويحتاجان إلى كوادر ويحتاجان إلى آليات لكي يزيدوا من أهمية هذه المحمية ولكي تكون فائدتها أكثر في المستقبل، حيث جو محافظة كركوك ملوث بأبخرة وأدخنة المعامل وشركة نفط الشمال وشركة غاز الشمال. هناك مخاطر من زيادة الرقع أو التصحر، عملية التصحر، وخاصة في غرب مدينة كركوك. لذا نحن نطالب الجهات المختصة ذات العلاقة في المحافظة وأيضا في حكومة المركز وخاصة الوزارات التابعة للبيئة ووزارة الزراعة، هناك مثلا ميزانيات كبيرة، حكومة أو دولة العراق ليست دولة فقيرة، لديها ميزانيات كثيرة وتصرفها في مجالات أخرى لم تعي بالمشاكل البيئية، وليست هناك وعي كافي وخاصة في الوزارات المختصة بالبيئة والزراعة. زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بحملات التشجير والحزام الأخضر باتت ضرورية لأنها تسهم في الحد من التصحر البيئي بشكل مباشر. فارس الماجد، فضائية كركوك. اتهم رئيس ائتلاف الوطنية رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، اتهم رئيس الحكومة الحالية نور المالكي